حلقة المشاكل الاجتماعية بقى. مش عايزين نقول مشاكل، ربنا ما يجيب مشاكل ولو انها موجودة، بس ادينا بنطلع ايه، بنحاول مش نحل، نسلط الضوء ونشوف لو حد يقدر يفيدنا ونحل المعضلة دي نحلها معاه. احنا نتكلم عن معضلة مصروف البيت. هي الحقيقة معضلة في بيوت كتير، وفي كذا محور هنمشي فيه، يعني مش هنتكلم عن حاجة واحدة او هنركز على حاجة واحدة، لا، عندنا اكتر من حاجة. اولا مصروف البيت مش بيقضي خالص، لا غني ولا فقير. يعني لو في حد دخله كويس وحاطط مصروف معين للبيت لازم يخلص المصروف، ولسه الـ يعني الحاجات ما جابهاش، او بقيه الشهر ما خلصش، او اتزنق او كده. وده لاننا دايما بنقوم حاطين في حتت وسايبين الايه الاساسيات او كده، يعني اكيد بيبقى لها اسباب مختلفه يعني. وساعات طبعا بتحصل حاجات فجاه بتخلي الفلوس تخلص فيها ونتزنق والكلام ده كله. ده اولا. ثانيا نقطه مهمه ومحور مهم جدا ربنا يبارك لكم، هو المصروف البيت اللي مش بيتخصص للست، مصروف حاجتها الشخصيه واحتياجاتها الشخصيه. بيوت كتير قايمه على انه المصروف البيت ده للبيت، اكل وشرب وعيال، انما في ست في البيت يعني مش قطه، هي يعني هي بتاكل مع العيال وبتصرف مع العيال، انما هي لازم يكون ليها مبلغ بتاعها، تشتري حاجه لنفسها، يعني تروح كوافير، تعمل اي حاجه، يعني مش لازم كوافير عشان الناس بتستفز، تعمل اي حاجه بتاعتها هي، تحوشهم، تديهم لحد، تروح تجامل حد، فلازم يتخصص لها طالما هي مثلا قاعده في البيت ومش بتشتغل. وكل بيقول لك ايه، كل برغوت على قد دمه يعني. فده دي نقطه. النقطه الثالثه اللي عايزين نناقشها النهارده هي الستات العاملات اللي بتشتغل، وفكره انك مش بتشتغلي شيلي. هي مش شيلي، هي احنا نشيل، ما عندناش مشكله انه دي تشيل مع ده، انما شيلي مش انت بتنزلي شيلي، دي اللي ايه غريبه شويه، وبالتالي بتلبس هي مصروف البيت لوحدها. فدي برضو نقطه مهمه جدا، والحياه مشاركه اوكي، والستات طلبت بالمساواه، ما عندناش اي مانع خالص انها تدفع هي وجوزها، انما هي اللي تشيل لوحدها، دي برضو غريبه وبقيت بسمعها مؤخرا كتير. مروه الصعيدي منوراني، وكلميني الاول كده عن مصروف البيت ومشاكل مصروف البيت اللي بتجيلك يعني. يعني بسبب الموضوع ده بتيجي كتير جدا، خناقات مصروف البيت دي، وخصوصا بقى ان مش كل الناس زي بعضها، في ناس تحط ميزانيه بالشهر، وفي بتحط كل اسبوع، وفي بيسيب لها فلوس الصبح مثلا قبل ما ينزل. دي لازم بتقوم حريقه، لانه يعني ما بيكفيش احيانا، يعني مش احيانا، هو غالبا ما بيكفيش، لانه ممكن هيحصل حاجه فجاه، تحصل حاجة فجأة، نسريات فجأة، يخبط عليها بتاع النور، يخبط عليها بتاع المية، بتاع الكهرباء، بتاع المية، الانترنت فصل، بقى بالنسبة لنا أهم من الأكل والشرب عشان المذاكرة والأونلاين وحياتنا كلها اللي بقت أونلاين، فدي بتعمل حرايق في البيت. على رأي سارة الذهبي كاتبة ساكرة جميلة، قالت لك كل واحدة بيبقى عندها بق انترنت. بق انترنت فعلا. بق انترنت كده، كل واحدة إيه تاخد منه رشفة. ده حقيقي، يعني انت مسموح لك تاخدي شفطه منه في البيت، لانه ماما ده بيذاكر وده مش عارفه ايه وده بيعمل ايه. نفس الشفطه دي بتحاولي تاخديها من مصروف البيت زي ما قلتي. نفس الشفطه. تمام. مصروف البيت متقسم اساسيات. بنيجي اول الشهر او في بدايه الجواز خالص لازم يبقى في مصارحه كامله. تمام. والله يا بنت الناس انا مقدرتي ان انا هحط في البيت كذا. وبنبتدي نكتب الاساسيات والضروريات، الاكل والشرب والفواتير والمصاريف، وقدام شويه بنحط بند التعليم. وفي بند اساسي دلوقتي اللي هو الطوارئ بتاعت لا قدر الله المرض المفاجئ او العياء او المستشفى، الدكاتره، الكلام ده كله. واللي عندهم بيبي عارفين ان في بند بتاع البامبرز ده لوحده، ده بيعمل خناقات غير عاديه. ده حقيقي والله. الناس فاكره ان احنا بنهزر. في اب بيتخانق انه يعني اذا كان هو بيرضع ببلاش يعمل تويلت مثلا، بتكلفني التويلت الواحد 2 جنيه ليه، وتقوم خناقه. واهالينا ما كانوا زمان بيعتمدوا على الكوافيل ومش دايما مش عارفه ايه. في حاجه كمان مهمه جدا، انه الراجل او رب الاسره لما بيسيب لك المصروف هو معتمد على ان انت هتعرفي تدبقي وتعرفي توفري، ومش بيحس ان فعلا الاسعار بتزيد شهريا، او خلينا نكون منصفين، على الاقل كل 3 شهور بنسبه 30 الى 33%. في ستات من اول ما اتجوزت مصروف البيت ثابت، يعني هي اتجوزت من 4 سنين، ومن 4 سنين بيديها مثلا مصروف للبيت في الشهر 6000 جنيه مثلا. يا اختي ده انت حلوه قوي.
انا بقول لك الناس مثلا هتستفز من الاستاذه، مش انا اللي قلت. لا انت بتتكلمي في ارقام اقل من كده، احنا بنتكلم يعني. انا بقول لك هو دلوقتي مثلا من اربع دلوقتي بقى في بني ادم تالت عنده ثلاث سنين عايش معاهم في البيت، في كهرباء، في تعليم، في كذا، في كذا، في كذا، اهو ملوش دعوه. هو انا متفق معاكي من الاول على كده، تمام؟ يبتدي يحصل مشاكل من هنا لانه الزوج ممكن يكون. لا احنا خلينا نقول انه في حد مثلا بيدي 1000 جنيه في الشهر، فال 1000 جنيه بعد ما تخلف وبتاع هم زي ما هم اربع خمس سنين، هم ال 1000 جنيه ما بيزيدوش. فطبعا 1000 جنيه بمقاييس دلوقتي في الشهر استحاله. تعالي نتكلم في نقطه ثانيه. في ناس تقول لك انا لو دخلي 10000 جنيه في الشهر انا هعيش. على فكره الحكايه اللي انا بحكيها لك دي حقيقيه جدا. هو فعلا كان مرتبه في الشهر 2000 جنيه. هيك انا مرتبي في الشهر 10000 جنيه انا كل مشاكلي هتتحل. الراجل ده ربنا كرمه يا دعاء واشتغل في شركه انترناشونال وبعدين سافر يشتغل في فرنسا. بقى دخله الله اكبر ما شاء الله بما يعادل من 100 ل 150 الف جنيه في الشهر. نفس المشاكل اللي عنده هي يا دعاء. برضه بيجي اخر الشهر يستلف. ليه؟ هقول لك ليه. هو في الاول كان عايش على قد ال 5000، فكل ما بيزيده هو بيوسع عيشته. فاهمه قصدي؟ لا بس ده حرام فيه السلف ده. ففي ناس بالظبط. في ناس مش عارفه اقولها لك، بدل ما توسع عيشتك مثلا عايز بركه في رزقك، وسع على اللي حواليك. هو ده السحر. ده السحر بتاعنا. ده السر بتاعنا. او زي ما بنقول دي مخدرات الواحد عايش بيها ومكمل. الناس بتسالك انتوا مكملين كده ازاي؟ ده السحر بتاعنا ده. وسع على اللي حواليك. تمام. صحيح. بس في نقطه ثالثه مهمه جدا. لما بنيجي نشوف البنود الشهريه كلنا كستات، هم فيهاش بند اسمه مراتي او مصروف ايدها او لبسها او احتياجها الشخصي. للاسف. تمام. ده مش موجود. يعني كسوه الشتاء للعيال وكسوه الصيف للعيال، طب فين المدام؟ تمام. فما باجي حتى ما انت عندك، طب انا عايز اجيب حاجه مثلا، نفسي يعني في حاجه جديده مثلا. الزوج انت بتروحي في حته، ما انا هرد عليكي بقى بلسان. ما انا عايزاك تردي على بلسان. وانت بتروحي في حته يعني، حتى لو نزلت رحت يعني، ما من نفسي حتى حاجه جديده في العيد. ما انت عندك اهو زي الفل. طب خليني